أعمل وجبات لله من مال زوجي أو جمع من معارفي، هل يجوز الأكل منها من باب العاملين عليها حتى لو شربها بدل رميها؟ يعمل وجبات لله من مال زوجها واجمع من معارفي، هل يجوز الأكل منها حتى لو شربها؟ نجوز، لقمة واللقمتان ونحو ذلك جائز، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولي أحدكم طعام أخيه فليناوله منه اللقمة ولقمتين فإنه ولي حره، والله أعلم. ثم إنه مال زوجها، مال زوجها تأكل من صدقات ليس زكوات يعني.